على مباشرة على الهواء محمد رفعت من سوهاج، إليك محمد تفضل. إذن أعزائي المشاهدين، لليوم الثاني على التوالي التوافد الكبير على اللجان الانتخابية هنا في محافظة سوهاج. ربما أقف الآن في لجنة مؤسسة الصمتة الابتدائية في جنوب محافظة سوهاج، وبالتحديد في مركز البليانة، أكبر اللجان الانتخابية أو أكبر الدوائر الانتخابية هنا في محافظة سوهاج. هذه الدائرة بها 341 ألف ناخب لهم حق التصويت، موزعين على 61 لجنة انتخابية منذ الصباح الباكر، وبدأ التوافد الكبير والتواجد أمام اللجان الانتخابية. ربما قاربنا الآن على انتهاء اليوم الثاني من عملية الانتخابية، وما زال التوافد مستمر حتى الآن في هذه اللجان. للمزيد حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر القادم، يسعدنا أن نلتقي بعدد من السادة الناخبين في هذه اللجنة. أهلا بك، قول لنا بقى، يعني أنت كشاب النهاردة، يعني حرصك على المشاركة في العملية الانتخابية النهاردة. والله احنا حضرتك لازم نكون لنا دور انه نحن نشارك في الانتخابات عشان نقول رأينا، وطبعا نستكمل المسيرة بتاعتنا مع الرئيس، وطبعا يكون لنا دور في الامن القومي بتاع بلدنا والامن والامان وكل حاجة، يعني تكون حلوة ان شاء الله. اهلا بك، انت عديت بصوتك ولا لسه؟ لا، عديت صوتي. قول لنا بقى، يعني برضو حرصك، يعني انك انت تيجي، وايه الرساله اللي انت عاوز تقولها لكل الناس اللي لسه ما نزلتش والنهارده قربنا على انتهاء اليوم الثاني؟ انا انصح الجميع ينزل يشارك عشان من اجل الوطن والحمايه والامن القومي المصري. برضو التأثيرات اللي انت شفتها هنا في اللجنة، يعني كانت لا كويسة ما شاء الله، الناس كلها متجمعة والناس كلها برضو مجاوبة، يعني كل الناس كلها كويسة، يعني ان شاء الله على الله خير ان شاء الله. اهلا بك يا حاج. اهلا بك. والله احنا حرصك انت، يعني برضو يعني ربنا يديك الصحة كده طول العمر، حرصك انك انت تنزل النهاردة وتشارك في العملية الانتخابية. والله احنا جينا نشارك، واخد بالك، عشان مصلحة بلدني والامن والامان، واخد بالك، وكله تمام ان شاء الله. وطب نشكر القناه يعني وكده، يعني قول لنا عاوز تقول ايه بقى للشباب؟ الشباب لازم لازم الشباب ينزلوا يدوا اصواتهم عشان العمليه تمشي وكده. يعني العدد الكبير اللي شفناه النهارده في كل اللجان الموجوده في مركز البليانه، كل المواطنين هنا يعني فضلوا ان هم يجوا ويشاركوا في العمليه الانتخابيه. دلالات يا فندم هذه المشاركه يا حاج، يعني انت شايف اهميه المشاركه دي ازاي؟ والله دلالات ما شاء الله، يعني الجو كويس، ونشكر القنوات الحلوه الجميله، والتيسير كويس وما شاء الله عليه، وعشان بلدي عشان انزل هدي صوتي عشان مصر الامن والامان ان شاء الله، وربنا يسهل الامور ان شاء الله. اهلا بك يا حاج، قول لنا، يعني انت شايف ان صوتك مهم؟ طبعا ده طبعا لازم اشارك، مثل ما كل الناس تنزل الشارك، والشباب بالذات والكبار وكل الناس تنزل الشارك لصالح بلدنا ان شاء الله. المشاركه والادلاء بالصوت دي حاجه مهمه؟ ده طبعا حاجه مهمه، حاجه فرض على الانسان، طبعا فرض على الانسان، ما الانسان يعيش كده وبس من دون اهداف، وربنا بالتوفيق ان شاء الله. لما جيت هنا يعني كلمنا عن يعني دخولك للجنه والتيسيرات اللي شفتها لغايه ما ادلت بصوتك. والله التيسيرات كلها ممتازه وتمام التمام والله، وربنا يوفق ان شاء الله. انت يعني قول لنا، عرفت صوتك ازاي هنا في اللجنه، ووصلت ازاي لغايه ما يعني خط سيرك لغايه ما وصلت للصندوق؟ انا نزلت من بلدي، ركبت مواصله عشان انزل هنا، واعطيت صوتي والحمد لله، وانزل شارك، خليك ايجابي. تحيا مصر، تحيا الجيش، تحيا شعبها العظيم. إذن أعزائي المشاهدين، هكذا كانت الصورة هنا في محافظة سوهاج، مشاركة يعني ربما هي الأكبر في السنوات الماضية في العملية الانتخابية. التوافد على اللجان الانتخابية لم ينقطع منذ صباح اليوم، وحتى ربما الدقائق القليلة أو الساعات القليلة المتبقية على غلق الصناديق الانتخابية هنا في مركز البليانة. نعود بكم الآن وإليكم الكلمة.